رجعتوا تقولوا لي تعالى الحياة جيت اهو. شكل الحياة على الكوكب ده تبقى رايقة. حسن بيقول لك في فيروس جديد اسمه انفلونزا الطيور بيموت في الناس. خبر عاجل، انتهاء أزمة انفلونزا الطيور ووجود اللقاح المضاد. ما متش من انفلونزا الطيور. حسن في ايه بجد؟ في ايه؟ بيقول لك في فيروس جديد اسمه انفلونزا الخنازير غير انفلونزا الطيور وبيموت في الناس. يا رب استر يا رب استر، لسه جاي الدنيا وعايز اعيش. خبر عاجل، انتهاء الأزمة العالمية انفلونزا الخنازير والعثور على اللقاح المضاد. الحمد لله يا رب الحمد لله، ما موتش من انفلونزا الخنازير. الدنيا شكلها تضحك يا يا رب. احنا شفنا ازمات كتيرة يا رب، ارحم الناس اللي ماتوا، وان شاء الله اللي جاي يبقى احلى. ان شاء الله لما نكبر كل ده يتحل. يا جدعان انتوا موزعيني على فين يا جدعان؟ انا لسه صغير ومش فاهم حاجة يا جدعان. يا جدعان سيبوني يا جدعان سيبوني. رايح فين هو؟ لجنة شعبية وما بتعديش حد. يلا من هنا يو. يلا 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 اضرب تلاتين في الجو. كبرنا والحياة شكلها تحلو ولا ايه؟ انتي لولو انتي اتفرجي على ماتش يا لولو انتي لولو. عادي هي دي الازمات يعني؟ احنا شفنا الاكتر من كده بكتير. لا ما هو كده مش هينفع يا جدعان، انا مش هينفع اموت سنجل، انا لازم اتقدم للكراش قبل ما اموت. انت عايز تتجوز بنتي بنص مليون جنيه؟ دي هتجيب لها بيهم ايه؟ شقه وشبكه ومهر وعفش وليله؟ ما تفوق يابا، احنا في 2020. وبعدين على السكه بقى كده، انا عايزك تشيل الموضوع ده من دماغك، عشان البنت ابن خالتها جاي لها من الكويت وجايب لها شقه بس ب 2 مليون جنيه. ماشي يا حمايه ماشي، خليها تروح لبتاع الكويت. وانا مفيش حد يجيلي من الكويت ولا ايه يا جدعان؟ الو باشا مصر وشبح سينا شبراوي باشا نقيب شبراوي استشهد في جميل البرص ادعي له بالرحمه. اسرار من حياه الشهيد شبراوي بطل موقعه البرثة وقصه اختياره قبره قبل رحيله بساعات. يا رب الزمن يرجع بيا تاني وابويا ما يشوفش امي وانا ما اجيش. يا رب الجيل بتاعنا ده ما شافش يوم واحد حلو. ان شاء الله استاذ تامر حسني انا لسه اللي جاي احلى لسه اللي جاي احلى. احسن في ايه يا جدعان؟ وايه اللي انا لابسه ده؟ في بجد بقى قاعد ليه؟ فيروس جديد اسمه كورونا، مفيش بوس ولا احضان ولا خروج، بيموت في الناس. يا رب احنا الجيل بتاعنا ده اتمرمط كتير يا رب، احنا ما شفناش يوم عيد من يوم ما اتولدنا. ان شاء الله السنه الجايه تبقى احلى، انا متفائل.